تغير عليكم شكل شوي ما؟ فرضوا علينا نلبس هذا اللباس من أجل إجراءات السلامة خلال مراحل تصنيع الدواء. صناعة الدوائية هي وحدة من أهم الصناعات اللي بتحتاج المنطقة هون واللي بدأت بشكل فعلي وعملي. نحن حالياً بمعمل ريفا فارما اللي عم يحاول أنه يأمن اكتفاء دوائي للمنطقة. شو هي التحديات والصعوبات اللي عم يمر فيها المعمل وشو هي المراحل اللي بيمر فيها المستحضر الدوائي قبل ما يوصل بشكل آمن وسليم للمستخدم أو المريض؟ الله يعطيكم العافية دكتور. أنا شايف إنه معمل ضخم، تفاجأت فيه على المستوى الشخصي بصراحة بهاي الإمكانيات. ليش نعمل هذا المعمل بالبداية؟ يعني شو اللي خلاكم تعملوا معمل بمنطقة عم تعيش حالة حرب مثل إدلب؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ هادي. طبعا بداية الفكرة هي بدأت بال 2015، موضوع الأمن الدوائي، لأني مورست على المناطق المحررة حرب من نوع آخر، هي انقطاع أو منعنا من الأدوية المهمة خاصة على مستوى الأطفال، خافضات الحرارة. فبدأت من انطلقت من هون الفكرة، موضوع الأمن الدوائي. الحمد لله بدأنا في إنتاج خافضات الحرارة الخاصة للأطفال، وصرنا نتوسع بموضوع الصادات الحيوية وقسم الجنرال تبعا لو وصلنا لهالمرحلة هاي. طيب عم تقول لو وصلنا للمرحلة هاي، انت بلشت بخفضات حرارة وصادات للأطفال بسبب الحاجة طبعا، لوين وصلتوا؟ شو الأصناف أو بعرف انه أصناف ممكن تكون كتيرة، بس بشكل أساسي شو هي الأصناف الأساسية اللي عم يقدر ينتجها المعمل؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، بدأنا بخافضات الحرارات، وسعنا بعدين لقسم البنسلينات اللي هي تعتبر من الخطوط العلاجية الأساسية اللي بيعتمدها الأطباء بشكل أساسي، بعد السيفالوسبورينات وقسم الجينيرال من مسكنات الألم بشكل عام، مضادات التشنج، أدوية المعدة، أدوية الضغط، هاي أحدث المنتجات اللي نزلناها حتى بأصناف نوعية جديدة للمنطقة. طبعا هاي عانينا منها بفترة الحرب الأخيرة وقت راحت منطقة المنصورة، فصار في فقد في الأدوية المزمنة وخاصة الأدوية السكرية وأدوية الضغط، وصلت لأسعار خيالية، فكان من واجب علينا أنه نحن نشتغل على هذا الموضوع، والحمد لله هلأ متوفرة وبكميات كبيرة. طيب كنسبة مئوية قدي بتغطوا من نسبة الاحتياج تبع شمال غرب سوريا كمعمل ريفا فارما؟ شد بيغطي من الاحتياجات الأساسية الدوائية بشمال غرب سوريا؟ طبعا بالنسبة للأدوية كأدوية منغطي تقريبا من 55 إلى 65%. ناهيك عن موضوع التنوع، موضوع التنوع نوع آخر، ولكن إسا نحتاج لقسم الأنبول، قسم الكريمات، قسم الهرموني بشكل أساسي. أما في التقنيات العالية هاي صعب تطبيقها في سوريا، ممكن نلجأ للاستيراد، حتى عم نشتغل على هذا الموضوع، استيرادة من جهات ذات مصداقية عالية. طيب عم حكينا عن الاستيراد، ممكن تصدره؟ يعني حكينا عن الاستيراد بالنسبة للاستيراد المواد الأولية أو استيراد الدواء بعدين. طيب في خطة للتصدير الفائض الدوائي تبع المعمل وين عم بيروح؟ صراحة الطاقة الإنتاجية رح تكون عالية جدا إذا بدنا نوازنها بالاستهلاك المحلي، ولو نحن أخذنا السوق بشكل كامل. عم نعاني من مشكلة التصدير في عدة أمور، حطينا الجهات المختصة في هذا الأمر للمساعدة في هذا المجال، ونحن كمساعي خاصة عم نشتغل عليها بشكل كثير مكثف، لأني عندنا نحن وكلاء سابقا في اليمن، في عندنا في ليبيا، في عندنا في السودان، حتى في مراسلات مع أذربيجان، ولكن في بعض الأمور لابد من تنسيق سياسي مع الجانب التركي في هذا الخصوص. في أمل أنكم توصل لهي المرحلة؟ إن شاء الله. وفي أمل أنه نوصل لمرحلة نأمن اكتفاء دوائي 100% للمنطقة بحيث ما نحتاج أي دواء برا؟ طبعا مستحيل نوصل 100%، لأن في حكيت لك في أصناف ما هي موجودة التقنية الحديثة في التصنيع في سوريا، خاصة قسم الهرموني أو قسم التجفيد، فراح يتم الاعتماد على الاستيراد. حتى في مناطق النظام اللي هو بصراحة يعني صار يشبه علينا بنوع آخر في موضوع الأدوية اللي عم يرسلها للمناطق المحررة ذات كفاءة ليس جيدة أبدا. الأدوية عم بعتها ذات كفاءة ما جيدة؟ طبعا في عدة مستحضرات عن طريق وزارة الصحة تم اكتشافها ذات تراكيز مخالفة وتم سحبها من الأسواق، ما يقارب 44 مستحضر دخل مخصص للمناطق المحررة هون. عفوا يعني انت عم تحكي عن جريمة اذا فهمت عليك،
هو عم يصنع نوعين من الدواء، نوع بيوزعه بمناطقه ونوع تاني رديء ببعته لهون. استاذ هادي اللي عم يقصف وبيقتل الاطفال وبيهد الحجر ما عنده مشكله اذا بعت ادويه لهون ما هي مطابقه للمواصفات، على اعتبار هو بيقول لك ما في رقابه 100% في المنطقه. الحمد لله عندنا في المنطقه رقابه جيده. صار عم بتقول لك كشفوا 44 صنف مخالفين للشروط. نعم 44 مستحضر تم اكتشافهم مخالفين للمواصفات الدستوريه وتم سحبهم في المنطقه هون. امر غريب والله. الله ان شاء الله، يعني نسال الله انه نوصل لاكتفاء ذاتي بحيث ما نحتاجه ولا نحتاج انه نمر بهذا بهيك مرحله. ان شاء الله هي الفكره اوصل لك اياها، انه حتى مناطق النظام نحن اجينا في شغله فرعيه، ولكن مناطق النظام ما هي موجوده عندها مثلا ادويه السرطان، الادويه الهرمونيه بشكل اساسي خصوصا الفيال والانبول، فبيعتمدوا هي على موضوع الاستيراد. ولكن نحن كشركه خاصه حتى بدنا عم نراسل شركات ذات جوده عاليه، موضوع الاستيراد في هذا الامر حتى لاني نحن كواجب علينا انه نحقق امن دوائي للمنطقه ولو مو ضمن مجالنا 100% كتصنيع. الله يعطيك العافية دكتور، والله جهد كبير، وإذا في مجال نعمل جولة بالمصنع، يعني حابين نعرف أو أعرف على المستوى الشخصي ويعرف المشاهدين مراحل اللي بمر فيها الدواء، دورة حياة الدواء قبل ما يوصل للمريض بشكل آمن وسليم. هذا الشيء كتير جيد، لأني مريضنا عم يعرف أنه الحبة عم تصل له هيك، ولكن إذا بيعرف شو المراحل اللي عم يمر فيها، كم من الخبرات عم بتمر على هاي الحبة، شو هو البحث والتطوير اللي عم بتمر عليها والتشيك في المخبر حتى مصدر المادة الأولية لتوصل له بشكل جيد وفعال، لأن نحن هدفنا واحد، نحن متفقين مع الأطباء أنه هدفنا واحد هو صحة المريض، وهذا واجبنا الديني والأخلاقي. أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية دكتور. إذا رح نشوف، رح نحاول نمر على المراحل اللي بتم من خلال تصنيع الدواء، عدة مراحل راح نمر عليها وراح نشوفها مع بعض. خلينا نشوف. كثير ناس بيسألوا انه شو هي المراحل اللي بمر فيها الدواء حتى يوصل للمريض ويتم استخدامه بشكل آمن. خبرونا هون انه في عدة مراحل عم يمر فيها الدواء، بدءا من مرحلة التحضير وانتهاءا بوصوله بشكل آمن وسليم الى المريض. المرحلة الاولى اللي هي انا شايف مثل خزانات دواء. الله يعطيك العافية دكتور. مرحبا. اهلا وسهلا. خبرونا هون انه هاي المرحلة الاولى اللي بيتم فيها بدء تصنيع الدواء، شو هاي المرحلة وهي الخزانات اللي عم؟ تماما. حاليا نحن بقسم الشراب السائل ضمن دائرة الانتاج. شرابات هذا؟ تماما، قسم الشراب السائل والمعلقات. طبعا بقسم الشراب في عنا ثلاث مناطق، منطقة التحضير، منطقة التعبئة، اضافة لمنطقة التغليف. تمام. حاليا نحن هون بمنطقة التحضير عنا اول مراحل الصناعية لتحضير الشراب، هي تشكيل او الشراب البسيط. تمام. ابتداء من الشراب البسيط، بعدين ننتقل لمرحلة إضافة المواد الفعالة مع السواغات. هاي المراحل في إلى عدة بارامترات نحن نتحكم فيها، سواء كانت درجات الحرارة سواء على الساخن أو على البارد. بعد انتهاء من عملية التحضير وإتمام الحجر أو الحجم بشكل كامل، نبعت عينة لقسم مخابر ضبط الجودة الكواليتي كنترول، بيوافينا بالنتيجة أنه العينة مطابقة للمواصفة، بيعطينا شهادة الأبروف او ريليز مشان نبلش عمليه التعبئه. تمام. التعبئه في ان القسم الثاني المطل لهون هو قسم التعبئه اللي عم يتم من خلاله مناطق الشراب السائل، او بقسم الشراب السائل هي منطقه التعبئه. منطقه التعبئه في عندنا نحن احجام محدده بنشتغل عليها. الشراب بيكون 100 ملي، في عندنا نقط فمويه بتكون 30 ملي. طبعا الحجم انا باخذه عن طريق محاقن خاصه، كل محقن بيعطيني حجم محدد لوصل لل 100 ملي. تمام. طبعا هاي ال 100 ملي دستوريا في الى ليميت معين، اجراءات الاعتيام بتكون بشكل دوري، مثل ما انك شايف هنيك العامل في عنده سلندر خاص او مقياس لعمليه اختبار الحجم، هذا الاختبار بشيك عليه بشكل دوري، اضافه لقسم الكواليتي اشورنس قسم ضمان الجوده بشيكوا عليه بشكل دوري. في عندنا عمليه المراقبه البصريه، بعد ما تطلع الزجاج من التعبئة أو الإغلاق، عملية المراقبة البصرية ليتفقد أو ليختبر الزجاج ما فيها أي مشكلة، سواء بالإغلاق أو الزجاج فيه سواء كسر بسيط أو أي شيء غير مطابق للمواصفة الداخلية إنهاوس اللي عاملينها نحن عنا، أو للمواصفات مواصفات الجي إم بي أو الدبليو إتش أو. بعد بتطلع على قسم الترميز واللصاقات. الترميز واللصاقات هو بيعني بوضع اسم المستحضر مثل ما انك شايف هنيك،
بالإضافة لرقم التحضيرة وتاريخ التصنيع وتاريخ الانتهاء. تمام؟ بعد عملية وضع اللصاقات والترميز تطلع على مرحلة التغليف السنوي. وهلا بنشوف هني. هلا راح نشوف قسم التغليف الأخير. هلا هون في عنا قسم التغليف السنوي. قسم التغليف السنوي هو المعنى بإضافة الكرتون والنشرات للمستحضر، النشرات الخاصة بالمستحضر. طبعا هذا القسم التغليف السنوي معنى فيه إجراءات خاصة فيه، عمليات الوزن بشكل دوري. احنا في عنا هون سجل وزن الطرود لحتى أضبط أنا الأوزان تكون عندي بشكل مضبوط، في إلى سجل خاص فيها، هذا السجل بشيك عليه القائم بالوزن والمشرف بالإضافة لرئيس القسم الإنتاجي. تمام؟ طبعا التغليف هون بيعني بإضافة مثل ما حكينا النشرة والكرتوني. طبعا هاي الكرتوني أنا بدقق أكثر شيء على طبعا اسم المستحضرة بشكل أساسي، رقم التحضيرة بالإضافة لتاريخ المانيفاكتشرينج ديت والإكسبيري ديت. تمام؟ بالإضافة لنشرة المستحضر هي فيها عملية أو تدقيق بشكل دوري أنه تكون النشرات أو الكرتون حتى رقم التحضير يكون مطابق للمستحضر اللي أنا عم بشتغل. طبعا هون المرحلة عم نشوف أنه حبوب غير الشراب، قسم المضبوطات. تمام؟ نحن يعني بالشراب السائل عندنا تغليف على الخط، منطقة تغليف سنوي على نفس الخط، في عندنا المضبوطات والكبسول، بالإضافة للتحاميل في عندنا صال تغليف سنوي خاص فيها. حاليا نحن هون عم نغلف صنف الفولتاكي بروتينات البوتاسيوم 50 ملي جرام بشكل مضغوطات ملبسه بالفيلم. تمام؟ هي مرحله التغليف السنوي. طبعا المراحل التصنيعيه للفولتاكي في لها عده مراحل، بدأ من التحضير الى قسم المكابس الضغط، بعد الضغط في مرحله التلبيس، بعد التلبيس طبعا العينات بتكون بعد التحضير وبعد التلبيس بعض عينات للمخبر، بيتحقق من محتوى المادي الفعال بالإضافة للاختبارات الفيزيائية والكيميائية للمستحضر، بيعطينا اللصاقة الخضراء. هون كمضغوطات في نحط اللصاقة الخضراء بعد ما يعطينا المخبر النتيجة. تمام؟ بدورة بس أخذت اللصاقة الخضراء بتنزل على المستودع ثم إلى الصيدليات لبعض المرضى. بس هي نفس المراحل تبع الاختبار وبدل من 5 إلى 8 أيام. تمام، نفس المراحل، لكن بتكون المراحل كمضغوطات الاختبارات تبعها هلا بحكي لكم عنها الاستاذ علاء بالنسبه لهي الفترات. وصلنا لمرحله المخبر، بهي المرحله بيتم اجراء الفحوصات اللازمه، عده فحوصات على اي مستحضر طبي او اي دواء بده يخرج من هون. الله يعطيك العافيه. اهلين استاذ. اهلين. هلا دكتور، بالمخبر شايف انه في عده اقسام وخبرتونا انه هون بيتم الفحص لكشف سلامه وامان الدواء. تمام. هلا المخبر نحن عندنا هو العصب المعمل، هو مرحله الكواليتي كنترول تبعيه اي صنف دوائي، بالاضافه للماده الدوائيه. يعني من بدايه دخول للمعمل بتم مراقبتها وحتى خروجها كمنتج جاهز، بالاضافه مراقبه المستحضر الدوائي اثناء فتره صلاحيته. يعني مستحضر صلاحيته 3 سنوات، بنتم عم نراقبه لمده 3 سنوات. بس للمرة الأولى ولا بشكل دائم؟ لا، لأي تحضيرة بتطلع من عندنا، أي تحضيرة بتطلع من عندنا بتم مراقبتها لمدة 3 سنوات. بالسنة الأولى بتم مراقبتها كل 3 أشهر مرة، بالسنة الثانية بتم مراقبتها كل 6 أشهر مرة، بالإضافة ثم سنة بعد فترة الصلاحية حتى انتهاء صلاحيته بسنة. يعني إذا ما بنتهي عملكم بخروج الدواء من المعمل، عملكم مستمر بالمراقبة؟ مستمر بمراقبة الصنف الدوائي. هذا احنا بنسميه لونج ستابيليتي أو الثبات على الرف. شو المراحل اللي بترقبوا فيها الدواء؟ يعني شو كيف بيتم مراقبته؟ هلا نحن بالبدايه عندنا الماده الاوليه عند دخول المعمل بيتم مراقبتها من الناحيه الفيزيائيه والكيميائيه ومطابقتها للدساتير الامريكيه او الدساتير البريطانيه المعترف فيها عالميا. هي قبل ما نصنع اي شيء؟ قبل ما نصنع دواء. طبعا بالاضافه لاي ماده دوائيه بتفوت، يعني ممكن يفوت عندي باكجينج ماتيريال، ماده التغليف، كمان بيتم مراقبه الكرتون، بيتم مراقبه اللصاقه، بيتم مراقبه النشره، بتم مراقبة الزجاج أو البي في سي ألمنيوم ممكن تراقب. هلأ بعدين ما حدا بيقدر يستخدم هاي المادة حتى يصدر الأمر من المخبر بتحرير هذه المادة أو أنه صارت صالحة للاستخدام ضمن الأقسام الإنتاجية. بس تنتقل المادة ضمن الأقسام الإنتاجية، هون في بكل مرحلة بمرحلة الإنتاج مثل ما شفنا تحت رح يكون عندنا دور للمخبر، هذا اللي بنسميه نحن إن بروسيس كواليتي كنترول.
حتى خروجه كمنتج جاهز ايضا بتم مراقبته من حيث اللصاقه، هل الباتش نمبر تبعه صحيح، من حيث الغطاء محكم الاغلاق، بالاضافه للتحاليل الفيزيائيه والكيميائيه للمستحضر، وباخر مرحله تحاليل الجرثومية اللي بتستمر لمده 5 ايام. يعني هي المرحله تبع 5 ايام شو يعني كيف بتتم في انا شفت قسم فيزيائي وقسم كيميائي وقسم جرثومي، تمام؟ كيف هلا المرحله الجرثوميه نحن بالنسبه لموضوع الجراثيم هي بدها 3 ايام حتى تظهر اذا كانت موجوده، وبدها لمده 5 ايام حتى تظهر الفطور اذا كانت موجوده. طبعا الجراثيم ضمن حراره محدده والفطور ضمن حراره محدده. نعم، شوف كل ما انتقلنا من مكان لمكان عم تختلف درجه الحراره بين غرفه. طبعا لانه في مستحضرات عندنا حساسه للحراره، في مستحضرات بتتطلب منا انه تكون رطوبه منخفضه وحراره منخفضه، وهو يعني كصنف دوائي يفضل عند درجه حراره الغرفه يعني. طيب بعد ما انتهينا وهذا المنتج كان سليم، شو بتكون المرحله؟ هلا بالمرحله الاولى بيتم الصاق اللصاقات الصفراء مثل ما شفنا، او مثل ما هلا راح نشوف بالمستودع. هاي اللصاقات بتتحول مثلا، هذا انا عندي الصنف، هاي اللصاقات بتتحول مباشره للصاقه الخضراء بعد مرور هي انه امن هذا الدواء، انه هذا المستحضر صار امن وقابل لانه ينزل على مرحله التسويق ومرحله المبيعات. طيب في حال انه هذا المنتج عليه مشكله او طلع ما هو امن او في مشكله ما، هلا بالمرحله الاولى نحن بنرجع بناكد الاختبار مره وتنتين وثلاثه واربعه، إذا تكررت نفس النتائج إنه في خلل بالمستحضر، هون بيتم إبلاغ قسم المستودعات إنه في عنا نحنا مشكلة، إبلاغ قسم ضمان الجودة إنه نحنا عنا مشكلة، وبيتم إجراء محضر إتلاف، وبتتلف طبعا بعلم السلطات المحلية الموجودة بالمنطقة عنا هون. الله يعطيك العافية. خلنا نشوف المراحل الثانية. هاي المرحلة اسمها مرحلة الثبات، شو يعني؟ هلا نحنا أي صنف دوائي عنا بيخضع لنوعين من انواع الثبات، اللي هو النوع الاول الثبات المسرع واللي هو مدته 6 اشهر، والثبات على الرف اللي هو مدته ضمن فتره الصلاحيه بالاضافه الى سنه بعد فتره الصلاحيه. اللي حكينا هلا نحن تحت انه بيتم اختبار المستحضر بالسنه الاولى لمده 3 اشهر، والثانيه لمده 6 اشهر، وبعدين سنه سنه حتى انتهاء الصلاحيه. طيب انا الصنف الدوائي تبعي ببدايه تجهيزه لينطرح بالسوق بيتم إجراء عملية ثبات مسرع في درجات حرارة مشددة، يعني أنا عندي درجة حرارة هون 40 بالإضافة للرطوبة 75، هاي درجة الحرارة ودرجة الرطوبة عندي هون هن درجات ما طبيعية ببلادنا هون، فأنا بتم لمدة 6 شهور الحرارة 6 شهور متواصلة بتم حفظها بهاي الحرارة وهي الرطوبة. طبعا بتم إجراء عملية الثبات المسرع للتجارب ثم إرسالها إلى السلطات المختصة، بعدين بتم بس ناخذ الموافقة انه طرحه بالسوق بتم اجراء الثبات المسرع للتحضيرات الثلاثة الاوائل، يعني التحضير رقم 01 ورقم 02 ورقم 03، هذول بتم عملية الثبات المسرع تبعه بعملية 6 اشهر بتم اختباره بالشهر الاول مرة، بالشهر الثاني مرة، بالشهر الثالث مرة، بالاضافة للشهر السادس مرة. بس يجتاز هاي المرحلة بنجاح فانا بضمن انه المنتج الدوائي تبعي قادر انه يجتاز فترة الصلاحية تبعيته بنجاح. الله شيء مدروس فعلا يعني، ما هو طبعا كله هذا بيعتمد على يعني اسس علميه، بالاضافه قلت لك مثل ما نحن حكينا تحت نحن مرجعيتنا هون بهي مرجعيتنا الدستور الامريكي والدستور البريطاني، بالاضافه لبعض الدساتير الموجوده مثلا الدستور الاوروبي ومنظمه الصحه العالميه. طبعا بدنا نحكي عن توصيات الجي ام بي والايزو اللي عم نحاول حاليا ان شاء الله عم نحاول انه ناخذهم نحصل عليهم ان شاء الله. طبعا هي اخر مرحله بيمر فيها الدواء قبل ما يوصل للصيادله او للمريض. نحن شايفين انه او حكيتوا لي على اللصاقات الصفر والخضر، هلا حتى فهمتهم اكثر طبعا كيف وصل الدواء بعد المخبر لهون. هلا بعد ما يمرق الصنف الدوائي واي مستحضر دوائي على المخبر ويتم اجراء له التحاليل الفيزيائيه والكيميائيه والجرثوميه، بيتم الصاق لصاقه لونها اصفر، هي بتعبر اللصاقه انه هو ما زال تحت الاختبار، يتم اختباره لمده 5 ايام متواصله طبعا بدرجات حراره بين 25 ل 27 بالاضافه لدرجه حراره بين 35 ل 37 بالنسبه للجراثيم والفطور. بعد ما تطلع عنا النتيجه طبعا نحن عنا هون حدود دستوريه، بعد ما تطلع وتتحرر وتكون المستحضر جاهز بيتم وضع لصاقه لونها اخضر، هي تعبر لصاقه عن كلمه ابروفد انه هو جاهز للتداول ضمن السوق.
هاي المرحلة هيك بكون خالص لل طبعا هيك. هلا نحن بكون كمعمل اجرينا كامل الاختبارات عليه وبالتالي بيتم ترحيله للمستودعات الخاصة مشان تطرح. يعطيك العافية دكتور وبالشفاء ان شاء الله لكل مريض. اهلا وسهلا.